اوه واو، قاعد بلعب جيم كاندي كراش جامد جدا جدا فيها، حطيت ليفل عالي قوي، انا بقيت جامد قوي في الجيمز بتاعت التابلت. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ ابدا هقعد العب في الجيم واشوف بقى حاجات كتير اكتيفيتيز ممكن انا اقعد اعملها. اوكي ماما وبابا خرجوا، وهنا راحت تشتري حاجات، يا رب يكونوا اشتروا لي سويتس او حاجه معاهم هما جايين. اوكي هنزل بقى اروح اشوف ممكن اعمل ايه دلوقتي. ايه ده، صباح الخير يا بابا، ازيك عامل ايه؟ عامل ايه؟ ازيك يا جوليان؟ بابا انا حاسس ان انا عايز حاجه مسكره قوي. ايه ده، الله، دي ماما عامله هنا دونتس كتيره جدا وكب كيك كمان، وفي كمان سوسيس. الله انا بحب الحاجات اللي في التلاجة دي قوي وعايزه ان انا اكلهم كلهم. واو جوليا ما تخلصش الاكل كله. لا لا ما تقلقش يا بابا، انا هاكلي بس حته دونتس واحده وخلاص، مش ما تقلقش الباقي كله هيكون كويس. ايه ده، الله، ده في دونتس كمان تحت هنا وفي لبن كمان، انا ممكن اخد واحده دونتس دي. يلعبي عليك يا جوليان، انا قاعد اهو يا بابا ما تقلقش، قاعد بلعب بالتابلت وباكل الدونتس. كان طعمها فعلا فظيع، بس انا لسه حاسس ان انا عايز حاجه مسكره برضو. مش عارف ممكن اكل ايه تاني مسكر، ممكن اكل ايه تاني مسكر، حاسس ان انا عايز اكل حاجات مسكره تانية كتير. خلاص انا اروح انزل المطبخ اشوف في ايه في التلاجة ممكن انا اكله. ايه ده، الحمد لله بابا نام، فممكن اكل اللي انا عايزه براحتي. هاكل ايه، هاكل ايه، هاكل ايه، هاكل ايه. اوهوهو طيب خلاص افتح التلاجة بقى. ايه ده، ماما عاملة كمان سينابن، انا اكلت دونت ممكن اكل السينابن ده. هيبقى طعمه فعلا تحفة، هطلعها بقى واقعد اكل منه مادام بابا نايم، هاكل بقى براحتي. ايه ده، الله، طلعتهم كلهم كلهم كلهم، الحمد لله مفيش اي حد في البيت، هقعد بقى الواحد ياكل، الحمد لله بابا نايم. طلعت الدونتس وفي كمان ميلك شيك هنا اهو، انا كده جهزت كله. واو، لا لا طلع طعمه فعلا فظيع. ده انا خلصت الاكل كله، مش قادر هفرقع من كتر الاكل، بطني وجعاني اوي. ايه ده، يا بطني، لا 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 الصراحة انا مكنتش فاكر ان الاكل هيكون تقيل اوي كده، انا الصراحة برضو اكلت اكل كتير اوي. واو، لا انا مش قادرة اتنفس اصلا. طيب خلاص، بس لسه في حتة في بطني، ممكن اغسل سنيني. ايه ده، انا في عندي سنة بتوجعني قوي، اعتقد من السويتس اللي اكلتها سوست. دي فعلا بتوجعني جدا، يا نهاري، طب اعمل فيها ايه، انا عايزة ان انا اشيلها اصلا، بتوجعني قوي وانا بغسل سنيني. نفسي بحل ليها، نفسي بحل، اشيلها ولا اعمل فيها ايه؟ طيب مش عارف، خلاص انا هقعد افكر كده اتصرف فيها ازاي لحد ما اعرف. مش عارف الصراحة خالص احلها ازاي. يوه، طب خلاص انا ممكن ان انا اجيب حاجة واحطها، اربط خيط في سنيني واقفل الباب بسرعة فالباب يطير السنة. تصدقوا ممكن تكون فكرة فعلا حلوة جدا، بس اعتقد ان هي بتوجع قوي وسناني لسه وجعاني جدا. طب اروح اصحي بابا ولا اعمل ايه؟ مش عارف مش عارف، طب انا ممكن افكر في اي حل تاني، ممكن اروح للدكتور يخليه هو اللي يخلعها لي، او ممكن اكل حاجات ساقعه كتير لحد ما تنزل، اصل ناكل دلوقتي ايس كريم لحد ما السنه تقع لوحدها. اوه ايه ده، برضو السنه ما بتقعش لوحدها، مش عارف اعمل ايه عشان السنة تقع. انا اكلت الايس كريم كله، ايه ده، حاسس ان انا هرجع من كتر الاكل اللي اكلته، فعلا اكلت كتير جدا، مش قادر مش قادر، الاكل اللي اكلته كتير قوي. خلاص خلاص انا هروح اهو، هحاول بقى ان انا
اخلع السنة بتاعتي، مش عارف اخلعها ازاي، سناني بتوجعني قوي، مفيش هنا اي حاجة اتصرف بيها. خلاص خلاص، انا تحت المطبخ هجيب بقى شوكة، وهي دي اللي هعرف ان انا اخلع بيها سناني. صدقوا ممكن اجيب شوكة من هنا اهي، الحمد لله لقيت الشوكة، هستخدمها بقى عشان اخلع بيها السنة اللي وجعاني قوي دي ومطلعة عيني. انا خايف اعور نفسي، بس اكيد لا، يعني هعرف ان انا اطلعها. ايه ده، ايه اللي بتعمله ده يا جوليان؟ سيب الشوكة دلوقتي حالا، انت مجنون، سيب الشوكة. بقول لا يا بابا، انا عايز اطلع السنة، استنى بس اصلها في سناني. بقول لك سيب الشوكة، هتعور نفسك، حاسب حاسب كده، انت هتعور، هوديك عند الدكتور يشيلها لك. لا لا يا بابا، انا هشيلها، انا الشوكة هتطلعها، ما تقلقش. انت مجنون، بقول لك شيلها شيلها، سيب دلوقتي الشوكة حالا. اهي يا بابا، اهي قربت تطلع، واحد اتنين تلاتة، ايه طلعت يا بابا السنة، واو طلعت السنة يا بابا. يا مجنون، حد يعمل كده؟ كنت ممكن تعور نفسك. واه يا بابا، بس الصراحة السنة دي بتوجعني جدا، وانا مكنتش قادر استحملها، متلخلخة وقعدت توجعني جدا. المفروض ان انت تصحيني تقولي حاجة زي كده. يا بابا، انا ارتحت جدا بعد ما شلتها، لحسن دي كانت مطلعة عيني. انت فعلا وقعت قلبي، حد يعمل كده يا مجنون يا متهور يا جوليان؟ ايه يعني يا بابا اللي فيها ما اكون مجنون؟ يعني ما كلنا مجانين. خلاص طب بعد كده تخلي بالك من سنانك وما تعملش كده تاني. طيب ماشي يا بابا، حاضر، بس ما تقلقش، في ناس دلوقتي هتيجي عشان تطمن على سناني. ناس مين اللي هتيجي؟ في سيارة اسعاف، انا طلبتها من غير ما اقولك. يا نهاري، طلبت سيارة الاسعاف؟ يا بابا، اصل سناني كانت بتوجعني وانت كنت نايم، مش عايز ان انا اصحيك. يا نهاري، خير حضرتك، في ايه؟ ابدا ابدا، لا الحمد لله، الولد كان سنانه وجعاه ودلوقتي هو شالها. يا نهاري، يعني انتوا جايبيني علشان في الاخر سنانه وجعاه؟ معلش احنا اسفين قوي. لا خلاص ولا يهمك، المهم ان انت تخلي بالك على صحتك. اوكي خلاص حاضر ماشي، هيخلي باله على صحته المرة الجاية. طيب خلي بالكوا بقى من نفسكوا. ودي كانت سنة قديمة، مش مشكلة، هيجيلك سنة تانية مكانها اقوى قوي قوي قوي. شكرا حضرتك، شكرا، اسفين قوي للازعاج، اوه خليت منظري وحش قوي قوي.